سلام البنات، جمعة مباركة، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. صلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. اليوم تحت طلبكم طلبتوا مني ندير معكم سويس رول بالميكسو أو بيسكوي رولي بالميكسو، بيسكوي رولي المبتكر. ديجا درت معكم جينواز دوق فاني ودوق شوكولا المبتكرة بالميكسو ونجحوا فيها بزاف البنات. اليوم حندير معكم سويس رول او بيسكوي رولي بالميكسو المبتكر ناجح بالمية بالمية. قبل ما نبداو الوصفة البنات، حبيت نعطيكم معلومات جد هامة في البيسكوي رولي. بيسكوي رولي عنده علاقة بين قيس تاع السميوة والبيض والمكونات. ماشي دوك ندير لكم زعما بيسكوي رولي ولا تشوفوا في اي قناه بيسكوي رولي فيه 4 بيض ولا 6 بيض، نتوما تاخذوا هذوك 6 بيض هذوك نفس المكونات تروحوا ديرهم في السنيوه. نو البنات، البيض حسب السنيوه. عندنا مقاسات معتمده لدى الشيف السويس رول ولا الباتيسري اكسيتيرا. شوفوا البنات، كما انا السنيوة تاعي كيلها لكم نحكمو ميكرا البنات. شوفو نحكمو ميكرا، نقيس العرض تاعها راهو 30، خاسك 30 البنات. شوفو راهو 30 هذا العرض، الطول تاعها راهو تقريبا 40. فوالا سيتادير 30 على 40. السنيوه تاعكم تاع بيسكوي رولي اللي تصيبوها 30 على 40 نحتاجوا 4 بيض. 30 سنيوه 30 على 40 صغيره كامل نحتاجوا 4 بيض. اظن واضح البنات، السن على 40 نحتاجوا 4 بيض. سنيوه 30 على 30 كي يصيبوا 30 على 30 نحتاجوا 3 بيض. سنيوه 40 العرض 40 الطول 60 نحتاجو 5 بيضات، والسنيوة 40 على 40 نحتاجو 5 بيضات. مادا بكم البنات هادو ما تكتبهم في ورقة ولا في كراس تاعكم وتخبيهم ولينا الأستاذة والتلميذ. نعاود لكم البنات، السنيوة كي تكون 40 على 60 نواسو 5 بيض، السنيوة كي تكون 30 على 30 نواسو 3 بيض، كي تكون 40 على 60 عفوا نعاود لكم، كي تكون 40 على 60 نواسو 50 5 بيض، كي تكون 30 على 30 نواسو 3 بيض، كي تكون 40 على 40 نواسو 5 بيض. انا السنيوه تاعي 30 على 40 نواسو 4 بيض. دوك نقول لكم البنات علاش انا ناكدوا على حبات البيض، لانه السويس رول او البيسكوي رولي هذا درس مهم البنات تبعوني. راهم قلال يمدوا الدروس بكل مصداقيه. علاش ناكدوا على عدد البيضات؟ لانه في سويس رول كل بيضه يعادلها ميزان تاع المكونات، كل بيضه يعادلها ميزان تاع المكونات. كيما كيل تاع حبه بيض زعما حنديرو سويس رول تاع حبه بيض، كل حبه بيض يعادلها 25 غرام سكر عادي، يعادلها 25 غرام فارينة، 3 غرامات ميكسو، 1 غرام لاليفور، و 10 غرام ماء ورشة لافاني. انا عندي الوغ البنات عطيت لكم هذه الميزانيه تاع حبه بيض. كل ما نزيدوا البيض نزيدوا نضعفوا المكونات. باغ اكزومبل حندير 3 بيض في سويس رول، ندير 25 في 3 سكر، نصيبوا الحساب تولي 75، ندير 25 غرام فارينة في 3 تاني تولي 75. كيما الميكسو 3 غرامات في 3 تولي 9 غرامات. مفهوم البنات؟ اظن انه واضح. حبيت نوصلكم هاد المعلومه باش ينجح لكم الميكسو. انا البنات السنيوه تاعي 30 على 40 حندير 4 بيضات، ودوك ان شاء الله باذن الله في الفيديو نكتب لكم سواء في القناه او في الصفحه نكتب لكم المقاسات تاع السنيوه وحبه بيض ما شحال يقابلها مقدار المكونات. الو واش نحتاجوا للوصفه تاعنا؟ هذوما جوست معلومات حبيت نوصلها لكم.
دي فوا البنات زلت لسان هكا نكون مع لا بريسيون الخدمه، عندي عائله، عندي ظروف، عندي حياتي الشخصيه، عندي عائلتي. دي فوا نكون ندير معكم فيديو زلت لسان نغلط، كيما الميني شاورما. ميني شاورما الله يهديهم كاين متتبعات كلاوني كلاوني، غلط غلط في الهضره تاع الزيت. الزيت ما يا الله، الله المستعان، ربي يهديهم ان شاء الله. الو نولوا الوصفه تاعنا. نبداو على بركه الله، حنخدموا سويسرول دوق الفاني الفانيليا. نحتاجوا 4 بيض، نحتاجوا 100 غرام سكر. عندي 4 بيض، السكر 25 في 4 يساوي 100 غرام سكر. نحتاجوا 100 غرام فارينه، نعاود لكم البنات، عندي 100 غرام سكر يعادل 4 بيضات يعني 25 في 4، 100 غرام فارينا يعني 25 غرام فارينا في 4، الميكسو عندي 12 غرام يعني 3 غرامات في 4، عندي 4 غرامات لالوفيغ، 1 غرام نضربوه في 4، 4 غرامات لالوفيغ، بيان سور شويه لافاني. انا عندي الاون فاني ليكيد. ونحتاجو البنات 40 غرام ماء، 40 غرام ماء، 10 غرامات نضربوهم في 4. ما هو دور الماء في السويسرول؟ دور الماء في السويسرول انه ما كي نطيبوه ونجو نرويوه ما يتشققناش. نوري لكم الطريقه ولا ستيس ان شاء الله كيفاش نخدمو بالماء في السويسرول. هذه هي الطريقه. بيان سور السنيوه تاعنا راهي واجده، نحتاجو البيتران. كيما وريت لكم البنات في جينواز بالميكسو باش مع بعض. نبداو على بركه الله، نديروا البيض بسم الله في بيضه واحده، نديروا البيض اثنين. دائما نقول لكم نفقصوا كل بيضه وحدها اون كات تكون فاسده. ما ثلاثه، أربعة. درت البنات البيض في البيتران، نحكمو الريسيبيون، نديرو فيه 100 غرام فارينة، نديرو فيه السكر، نديرو بيان سور لا لوفور، فوالا، نديرو الميكسو تاعنا كيما راكو تشوفو البنات. عطيتلكم سويسرول بكل المقاسات، قيسو السنيوة تاعكم وتعرفو واش واش ديرو. نديرو شويه لافاني، شوفوا البنات نخلط المكونات كيما راكو تلاحظوا. الماء مازال ما استعملتوش في لاباط. نفرغ المكونات فوق البيض مباشره. هذه هي لاستوس تاع الميكسو، انه يوفر لنا الجهد ويخلي الاله تاعنا اللي نخدموا بها البيتران ما تعياش بزاف، العتاد تاعنا يقعد جديد. فوالا ندور البيتران مده دقيقتين، دقيقتين فقط. شوفوا البنات راهو يدور البيتران مده دقيقتين. ما حبيتش نطفي البيتران باش تشوفوا على المباشر معايا. شوفوا الماء تاعي البنات، الماء تاعي 40 غرام ماء، نبدا نضيفهم بالعقل بعد دقيقتين من التخليط بالبيتران. شوفوا البنات انا نضيف الماء كمية قليلة بشكل مطري. قلت لكم دور الماء انه سويسرو تاعنا او البيسكويلوني ما يتشققلاش، هذه استوس لنجاح سويسرو. انا كملت الكمية الماء، نخليه يدور البنات البيتران لمدة دقيقة. اوجد العجينة تاعنا البنات تاع السويسرول كيما راكو تشوفو. او ميم طون في هذه المرحلة البنات درت الكوشة تاعي تسخن باش تسخن مليح. دوكا نفرغو البسكويت تاعنا،
نفلغ البنات البسكويت تاعنا كيما راكم تشوفوا. فوالا نمشيه البنات. علاش قلت لكم المقاسات على حسب سنيوة، راني نوريكم خطوة خطوة. بسم الله نمشيه شكل عادي. فوالا شوفوا ربع حبات بيض جاونا في سنيوة السواسوة تاع ما فاتت لنا ما والو تاع 30 على 40. فوالا صدقوني هاد الوصفة معتمدة على كبار الشيف أساتذة تاعي الله يذكرهم بالخير. شوفوا التواضع البنات، دائما الأساتذة تاعي يقولوا لي ما تذكريش الاسم تاعنا، يخدموا بكل مصداقية وما يحبوش يبانوا. هذه هي كوشة راهي سخنت، دخلوا البسكويرو اللي تاعنا يطيب من تحت ويحمر من الفوق شويه، كي نشوفوه نشف نطفو عليه. او طب البسكويت ولي ذوق الفاني، شوفوه وحمار البنات. نخليه يبرد شويه ونولي لكم الوصفه تاع سويس رولي غو شوكولا. انا وليت لكم البنات ندير لكم سويس رول بذوق الشوكولا. علاش درت لكم الفاني وحده والشوكولا وحده؟ باسكو في الكيل والعبار تاع الفانيلا يتبدل، باسكو راح نديروا الكاكاو كيما سويس رول فاني. البنات درت 4 بيض في البيتخان، 4 بيض في البيتخان، 100 غرام سكر، 4 غرام لالوفور، 12 غرام ميكسو، 12 غرام ميكسو، والماء 40 غرام ماء. نولو الفارينة في سويسرو الفاني، درت 100 غرام فارينة، مي في سويسرو الشوكو حندير 80 غرام فارينة. علاش ندير 80 غرام فارينة؟ باسكو 20 غرام ضفتهم كاكاو، 100 غرام قسمتهم، نقصت منهم 20 غرام درتهم كاكاو، 20 غرام كاكاو و 80 غرام فارينة. ان شاء الله يكون واضح البنات. نحكمو ريسيبيون، ندير الفارينة بيان سور، ندير السكر كيما وسينا في سويسرو الفاني، ندير لاليفور، إضافة واحدة أخرى نديرو الكاكاو. الكاكاو خفيف بزاف كيما وزنو 20 غرام، يبان شوية بزاف. نديرو الميكسو، فوالا، ونخلطو كامل المكونات البنات. نخلطو كامل المكونات فوالا، ونفرغوهم في البيتخان. إذا تكامل المكونات مع بعض نشعل البيتخان مدة دقيقتين، ونفس الطريقة البنات باش ما نديرلكمش الحس تاع البيتخان. كي يدور البيتخان دقيقتين نبداو نضيفو الماء، الماء اللي قلت لكم يخلي السويسرول ما يتشققش على شكل مطاري بالقطرة، ومن بعد نخلوه مدة دقيقة ونحبسو البيتخان. أنا كملنا بالبيتخان البنات، نفس الطريقة شوفوا البنات، نفس الطريقة نفرغ البنات. شوفوا فوالا، شوفوا اللون تاعها شحال كشباب. حسب لازم تكون نوعية جيدة تاع الكاكاو. سيمشيه ملح باش ما يفيضناش. فوالا وحدو يسد مروحو البنات. الكوشة تاعنا ما طفيتهاش، راهي مازالها سخونة. ندير سويسرو الشوكولا تاعي طيب، كي نشوفوه طام من تحت نديرو من فوق يحمر ونولي ليكم. او طب سويسرو الشوكولا نخليه يبرد ونولي لكم. هذا هو سويسرو البنات غوفاني اي شوكولا. ان شاء الله البنات تبعتوا الطريقه
وعرفتوا لي زاستوس تاع لا باز تاع سويسرول وكي علاش نزيدوا الماء والقيس تاع السميوه وكل حبه بيض شحال المقادير تاعها مع المكونات. ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك وابوني للقناه وبكم استمر. سلام البنات.